مساء الخير على كل مشاهدي طبعا تلفزيون اليوم السابع. احنا هنا من امام التعداد السكاني والتعبئة العامة والاحصاء، يمكن طبعا بنتابع معاكم لحظة بلحظة الساعة السكانية اللي يمكن احنا شايفين ان هي بتلتهم ثمار التنمية، وبتسجل النهاردة 1,674,000 نسمة. وكمان خلينا نقول لكم انه او شويه معلومات كده بجانب الرقم اللي يمكن سجله او سجلته الساعه السكانيه النهارده، انه التعبئه العامه والاحصاء اللي احنا واقفين قصادها دلوقتي عدد قالت انه عدد السكان هيصل ل 119.8 مليون في 2030. يعني مصر يا جماعه هتساوي في عدد سكانها 15 دولة أوروبية و14 دولة عربية، يعني ده طبقا لما يعني جاء من طبعا مركز التعبئة العامة والإحصاء، اللي كمان قالوا إن متوسط المواليد 6.4 ألف مولود يوميا. تمام، خلينا نقول لكم شوية أرقام مهمة عن الساعة السكانية النهاردة. بلغ عدد المصريين المسجلين رسميا في مصر نحو 100 مليون نسمة في شهر فبراير في العام الماضي، وده يمكن وفقا للتقديرات اليومية لصافي معدلات المواليد والوفيات في مصر. زي ما قلنا لكم انه الجهاز المركزي للمحاسبات، اسف، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إن عدد سكان مصر هيصل إلى 119.8 مليون نسمة عام 2030، وده وفقا لإسقاطات يعني السكان المستقبلية اللي قام بيها الجهاز في الفترة الأخيرة. وكمان قال إنه من عام 2017 حتى عام 2052 ده اللي هيكون طبعا بيشهد الزيادة الكبيرة في التعداد السكاني لمصر. كمان الجهاز قال ان هذا العدد زي ما قلنا لكم بيساوي عدد سكان 15 دولة أوروبية، وهم كل من هولندا وبلجيكا والسويد واليونان والتشيك والمجر وسويسرا والنمسا والدنمارك والنرويج وفنلندا وأيرلندا وكرواتيا ولوكسمبورغ وأيسلندا. يعني تعالوا نقول لكم كده بعض الأرقام، هولندا مثلا 17.9 مليون نسمة، بلجيكا 12 مليون نسمة، السويد 11.2 مليون نسمة، اليونان 10.8 مليون نسمة، التشيك 10.7 مليون نسمة، فنلندا مثلا 5.8 مليون نسمة. طبعا بنتكلم في ارقام يعني ضئيله جدا 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 بالنسبه لمصر. مصر لوحدها بتساوي 15 دوله اوروبيه يا جماعه عدد السكان في مصر. طبعا الزياده السكانيه يمكن يعني كلنا عارفين ان هي بتلتهم ثمار التنميه في مصر بشكل كبير، يعني بنحاول والدوله وكل اجهزه الدوله بتحاول انها يعني تكون طبعا على قدر المسؤوليه، وكمان احنا كمان المواطنين لازم نكون على قدر المسؤوليه تجاه بلدنا. كمان خلينا نقول لكم شويه احصاءات او احصائيات تانية، انه عدد مواليد مصر سجل 25.2 مليون مولود خلال العشر سنوات الماضيه. نقول الرقم تاني يا جماعه، 25.2 مولود خلال العشر سنين الماضية. تعالوا نرجع كده ونفكركم مثلا انه هولندا زي ما قلنا لكم 17.9 مليون نسمة البلد كلها، احنا في 10 سنين سجلنا 25.2 مليون مولود. بلغ بقى عدد مواليد مصر 2.4 مليون مولود عام 2011 مقابل 2. مليون مولود عام 2010، ده معناه انه النسبة ارتفعت بحوالي 8%.
وفي 2012 احنا بنقول لكم السنين اللي هم العشر سنين اللي احنا يمكن ذكرناها لكم بالارقام. في 2012 سجلنا 2.63 مليون مولود عام 2012 بنسبة ارتفعت ل 7.7%. تعالوا كمان نقول مصر فين على الصعيد العربي. عدد سكان مصر في 2030 هيكون مساوي لعدد سكان 14 دولة عربية، وهي كل من السعودية اللي عندها 39.3 مليون نسمة، تونس عندها 12.7 مليون نسمة، الأردن عندها 12 مليون نسمة. يمكن مثلا بنحاول ندور لكم على الأرقام الأكبر، الإمارات 11.1 مليون نسمة، ليبيا 7.3 مليون نسمة، فلسطين 6.2 مليون نسمة. طبعا بقى يعني في أرقام أصغر من كده، لبنان 5.5 مليون نسمة، مثلا الكويت 4.9 مليون نسمة. احنا طبعا زي ما قلنا لكم احنا هنا في منطقة التعبئة العامة والإحصاء. تعالوا بقى نتكلم عن الساعة السكانية شوية، ونقول لكم انه تاريخ الساعة السكانية دي يمكن بدأ من 2012، تم اعتمادها بهذا الشكل كجرس إنذار على معدلات الزيادة السكانية. دي يمكن ابرز الارقام اللي هنا واللي احنا جمعناها لكم عن يعني الزياده السكانيه والساعه السكانيه. كمان خلينا نتكلم شويه عن الساعه دي تحديدا. يمكن طريقه عمل الساعه السكانيه مختلف كتير قوي عن الساعه العاديه، كان يمكن او عن ما مضى كانت بتتم الأول بطريقة حسابية، بيتم اعتمادها على تقديرات معدلات المواليد شهرياً وأسبوعياً ويومياً، وده طبعاً للوصول إلى العدد المليوني للسكان. نحاول أعمل لكم زوم على الساعة أكتر. يمكن بقى في 2017 بعد ما وصل عدد مواطنين مصر ل 94.8 مليون نسمة، بعدها تم ميكنة كل مكاتب الصحة. احنا بنحسب الموضوع بعد يعني يمكن بصورة مختلفة بعد الساعة السكانية. بعد ما وصل عدد المواطنين قلنا ل 94.8 في 2017، تم ميكنة كل مكاتب الصحة لتسجيل المواليد يعني عشان تظهر بشكل اوتوماتيك في سجلات مجلس الوزراء، وتم طبعا بعديها ربطها بالساعه السكانيه اللي متعلقه قدامكم دلوقتي على مبنى الجهاز جهاز التعبئه والاحصاء. خلينا نتكلم بقى عن المحافظات الاكبر والاقل، يعني ندي برافو للمحافظات الاقل وندي مؤشر خطر المحافظات الأكبر. في عام 2019 كان أكبر معدل الزيادة الطبيعية كان سجلته محافظة سوهاج، وبلغ المعدل ل 2.46، يليها محافظة أسيوط وبلغت نسبتها 2.38%، أما محافظة قنا فبلغت 2.35% برضو، بني سويف 2.19%، وكفر الشيخ يمكن كمان سجلت نسبة ضئيلة 2.3، والأقصر 2.2، كل ده طبعا في المية. احنا طبعا هنا يمكن جينا علشان نكون معاكم أول بأول فيما يخص التعداد السكاني اللي احنا يمكن شايفين انه بيلتهم ثمار التنمية. شكرا لكم جدا، وان شاء الله نلتقي في لايف قادم، يعني يمكن هنكلمكم فيه طبعا عن أبرز مستجدات الساعة. شكراً.